ازيكم يا اخواتي؟ النهاردة جايب لكم فيلم من البوتاجاز بيولع نار، ويلا بينا. وبيبدأ الفيلم بتوماس وهو بيكتب رسالة وداع لطليقته وبيسيبها لها على الشاطئ وبيقرر ينتحر. وفي نفس الوقت وهو بينتحر بيعدي شخص وبيشوفه وبيجري عليه وبيقدر ان هو ينقذه. يلا بينا نتعمق اكتر ونعرف سبب فكرة الانتحار بتاع توماس. وبيبدأ المشهد بماري وهي بتستنى صديقتها في المينا وبتبقى جاية من دولة اوكرانيا، ولما بتوصل ليز بيبدأوا ان هما يبوسوا بعض بطريقة شاذة جدا. نيجي بعد كده لتوماس لما القدر اتغير ويرجع للحياة مرة تاني، بيدخل عليه جاره بيبقى صياد وبيستأذنه ان هو يصطاد الدببة البرية املاكه، فبيوافق توماس. وفي نفس الوقت بنلاحظ وصول ماري وليز للبيت، ونروح بعدها لتوماس اللي بنحسه انه لسه مكتئب وبيطلع للسرير علشان ينام. نلاحظ ان ليز بتستحمى ولما بتخرج على ماري بتفضل انها تغريها لحد ما بيعملوا علاقة شاذة مع بعض، وبنعرف ان في بينهم علاقة بقالها 8 شهور وبتبقى علاقة شاذة جدا. ومع العلم ان ماري دي طليقة توماس. وتاني يوم لما بيصحوا بيقرروا ان هم يروحوا البيت ليز، وقبل ما تنزل بتعرفها ماري انها هتبيع البيت بتاعها النهارده، وكمان بتعرفها ان المشتري هيقابلها في بيت توماس بعد حوالي ساعه. بنيجي لتوماس اللي لاحظ كمان ان هو بيجهز علشان ماري جايه له للبيت. ما بتوصل ماري للبيت بترفض انها تحضنه او حتى تسلم عليه بالايد بسبب ميولها الجنس الشاذ. بنعرف سبب انها جايه تقعد مع توماس بسبب ان توماس سمسار وهيبيع لها البيت بتاعها. وبنيجي بقى لليز اللي هي ام دماغ سم اللي عاوزه كسرها وبتبقى في المطعم، وبنعرف انها بتشتغل في الصحافه. وبنلاحظ ان ماري بترن على ليز وبتعرفها ان ما حصلش بينها وبين توماس اي حاجه، وكمان توماس بيسمعها. وبعدها بدقايق بيعرف توماس ماري انه هيخرج يتمشى في الشاطئ وبترفض انها تخرج معاه. اثناء توماس وهو بيتمشى بيلاحظ انه ليز قاعده على الشاطئ، وكمان اخذ القرار ان هو يروح يتكلم معاها وبترحب بيه وبيرحب بيها. بيعرض توماس عليها انهم يتعشوا مع بعض سوا اليوم، بتعتذر له وبنعرف ان ده بسبب ميولها الجنسي وبتسيبه وبتمشي. وبنلاحظ انها قدرت تصوره وبتبعت الصور لماري عشان تعرفها انها قابلته على الشاطئ. لما بيرجع توماس للبيت بيعرف ماري انه عرض على واحده على الشاطئ انها تتعشى معاه بالليل ووافقت وبيضحك عليها. كمان بنعرف ان توماس عارف علاقتهم هما الاثنين، ولكن بيكون عامل نفسه مش عارف اي حاجه. هبدأ بنلاحظ ان ماري بتبدا انها تشيل هدومها من البيت بتاع توماس، ونشوف توماس وهو بيعمل حركه خبيثه جدا وبيعمل نفسه بيكلم السمسار وبيقول لها ان السمسار مش هيقدر يجي النهارده. بتحزن ماري لانها مش هتعرف تسوق العربيه بالليل، فبيعرض عليها انها تبات معاه النهارده، فبتبدا تتردد وبترفض انها تبات معاه، وفي الاخر بتوافق. تخرج ماري علشان تقابل ليز وبتبقى متضايقه منها وكمان خايفه ان حد يشوفهم مع بعض، وكمان بيروحوا يقعدوا على الشاطئ. وبنيجي بعد كده لتوماس اللي هو بيبقى قاعد مش طايق نفسه بسبب ان ماري اتاخرت وما جاتش لحد دلوقتي، وبيبقى حبه ليها مأثر على حالته النفسيه وكان هينتحر. اثناء وماري بترجع للبيت بتلاحظ انه في دب بري، فبتخاف وبتجري تحضن توماس. وبعدها بيقعدوا هما الاثنين، وبيعرض توماس عليها انها تنام جنبه بحكم ان مفيش اي اوضه فاضيه في البيت، فبترفض. تقول له انها هتنام على الكنبه. كمان بنعرف انها شاذه من ساعه ما اتجوزته، وبعد تتكلم معاه وكمان بتصارحه وبتعرفه ان طول ال 20 سنه اللي قضيتها معاه ما كانتش بتحبه وما كانتش مبسوطه معاه، وبيستغرب جدا منها لانهم قضوا اوقات كويسه وكمان عندهم اولاد، وبيحزن جدا بسبب صراحتها دي. وفي ثانيه ولحظه هما قاعدين بتطلب منه انه يرقص معاها وبيفرح جدا، ولما بيخلصوا بتسيبه وبتطلع لاوضه النوم علشان تجيب مفارش وتنام على الكنبه. واثناء وهي في الاوضه بتلاحظ ان توماس لسه محتفظ بلبسها، مرها بدا يأنبها انها عملت فيه كل ده. وفي نفس الوقت بيجيب توماس رساله الانتحار بتاعته بيحطها على نفس الكنبه اللي هتنام عليها على امل انها تشوفها وقلبها يلين ناحيته. نيجي بعد كده ليز وبنشوفها وهي سكرانه وكمان بتحاول انها ترن على ماري فمش بترد عليها، فبنلاحظ انها طلبت من احد الاشخاص يوصلها للعنوان وبيبقى عنوان توماس. بتبقى غيرانه على ماري من توماس ومش قادره تقعد من غيرها. بنيجي بعد كده لماري اللي بتبقى نايمه على الكنبه. اثناء وهي بتقرر تنام بتلاحظ ان في ورقه لما بتقراها وبتشوف رساله الانتحار اللي توماس كان كاتبها لها. بتحزن جدا ومشاعرها بدات تحن ليه. اثناء وهو قاعد في الاوضه بتطلع له وبدات انها تعتذر له وكمان بدات تحن له مره تاني. بنشوف ام دماغ سم وصلت لبيت توماس، لاحظ انها بدات تتسلل البيت وكمان شافت توماس وماري وهما بيبوسوا بعض. من غيرتها فضلت تجري لحد ما خبطت الباب وسمع توماس. بيجري توماس لبره وبيلاحظ انها موجوده، فبيرحب بها توماس وبيستدعاها للبيت. وكمان بنلاحظ ان ليز بدأت تلوم ماري لانها بس توماس، فبتحاول ماري انها تبرر لها انه كان هينتحر بسببها. بعدها بيقعدوا وبيقوم توماس عشان يصب لهم خمره وبيفضل يراقب فيهم من بعيد. وفي نفس الوقت بيجي زوج جار توماس، وبيبقى توماس طلب منه يجي ياخد ليز علشان يعرف يقعد مع ماري براحته. لما بتعرف ليز ان في حد جاي ياخدها من البيت لقت الخمره على هدومها علشان ما تمشيش، فبياخدها توماس وبيغسل لها التيشيرتات بتاعتها. واثناء ده بيسمعوا صوت ضرب نار وبيبقى الصوت جاي من ناحيه زوت. لاحظ ان زوت اصطاد دب بري، ولما بيخرجوا لبره بيطلب منهم زوت انهم يدخلوا ويقفلوا الباب على نفسهم لان الدببه هتحاول تهجم على البيت بسبب الدب اللي مات. وبعدها بيجي ميعاد نوم كل واحد فيهم وبيقرروا يناموا. وقبل ما توماس ينام بينزل للمطبخ علشان يشرب ميه، فبتدخل وراه ليز وبتقدر انها تغريه
وكمان بتعمل معاه علاقة. إن ماري بتسمع همسات في المطبخ فبتقرر إنها تنزل وشافت العلاقة بينهم، فبتتضايق ولكن مش عارف بتتضايق على مين فيهم بالظبط بحكم إنها شاذة. وبيطلع النهار وكمان بتصحى ليزو وبتخرج تقعد مع زوت اللي بيبقى بايت بره من امبارح، وكمان بنلاحظ إن توماس وماري صحيوا وبيبقوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا. أثناء ده بيطلب توماس من ماري إنها تبقى صريحة معاه وبيفضل يصارحها وبيقول لها هل أنت شاذة جنسيا، تنكر كلامه. نفس الوقت بتدخل عليهم ليز. أثناء وهما بيتكلموا بيهجم على زوت مجموعة دببة وبيقدروا إن هما يقتلوه، وبتيجي بعدها بساعة الشرطة. لما الشرطة بتمشي بنلاحظ إن ماري بتنظف البيت كان الدم، تبقى خايفة إن المشتري يجي على فجأة ويشوف البهدلة بتاعت البيت. لما بيخرج توماس عليهم بيطلب من ماري انها تمسك التليفون بتاعه وبعت لها فيديو يبقى عبارة عن ماري وليزو هما بيمارسوا العلاقة مع بعض، وكمان بيعرفها انه عرف بعلاقتهم من 6 شهور. بيفضل توماس يهدد ليزو وبيأمرها انها تمشي وإلا هيقتلها، وبتمشي بسرعة خوفا منه. وبعدها بدأي بتكون ماري جاهزة تهضمها وهتقرر انها تمشي، وبتودع توماس وبيكون لين معاها بسبب حبه ليها. ولما بتوصل ماري الاول محطة بتلاحظ ان ليز مع بنت تاني، من البنت دي بنعرف انها شاذة جنسين وبتبقى صاحبة المطعم اللي قعدت في ليز. ومن هنا بيخلص الفيلم يا جماعة، وبالله عليك ما تنساش تعمل لايك وكومنت والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.